الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، بعد أن بينا أهمية دراسة علم التوحيد وبينا كذلك الوقوف على بعض أهدافه، نعرج الآن على هذه الوحدة، الوحدة الأولى من وحدات هذا المقرر. وهذه الوحدة تتناول مسألة القضاء والقدر وبعضا من دروس هذا المقرر. مسألة القضاء والقدر قضية حتمية لابد أن يقف عليها الطالب حتى يدرك سر الله في خلقه، وهو القضاء والقدر. وبيان هذه الوحدة سيكون في عدة دروس. الدرس الأول مفهوم القضاء والقدر والعلاقة بينهما، ويأتي هذا الدرس وفق العناصر التالية. العنصر الأول نتناول فيه تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا، والعنصر الثاني نتناول فيه معرفة القدر، وأيضا العلاقة بين القضاء والقدر، وأخيرا نتناول أصل الإيمان بالقضاء والقدر. النقطة الأولى نبرز فيها تعريف القضاء لغة وشرعا. أما تعريف القضاء لغة فهو في اللغة من حيث استعمالاته مصدر الفعل قضى، يقضي قضاء، ويقصد به إحكام الأمر وإتقانه، هذا من حيث اللغة. كذلك تأتي كلمة القضاء بمعان كثيرة، منها قضى أي حكم، ومنها أتم خلق أمر وأتقنه، ونفذ أمرا لجهته، وهو كما يقال قضى رئيس المحكمة، بمعنى حكم حكما ينبغي إنفاذه وتطبيقه في الحال. وفي هذا المعنى يقول الحق تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أحكم خلقهن. فما مفهوم القضاء في القرآن الكريم بعد أن بينا مفهومه في الاستعمال اللغوي؟ أما عن بيان القضاء في الاستعمال القرآني، فإن القضاء في القرآن الكريم قد ورد بإطلاقات عديدة، منها الوصية والأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وأوصى. كذلك يقصد بالقضاء في القرآن الإخبار. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا أي أخبرنا بني إسرائيل. كذلك الفراغ. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قضيتم أي فرغتم من مناسك الحج. فإذا قضيتم الصلاة أي إذا فرغتم من الصلاة. كذلك القضاء في القرآن يقصد به الفعل، أمر. قال تعالى: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فاقضي، فهذا فعل أمر، قضى اقضي. يقصد بالقضاء في القرآن أيضا الوجوب والحتم. وقضي الأمر أي وجب، وجب الأمر حتما. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وجب، هكذا أراد القرآن. كذلك من معاني القضاء في القرآن الكتابة. قال تعالى: وكان أمرا مقضيا، أي مكتوبا. كذلك الإتمام. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. قضى يعني أتم موسى المسافة التي قطعها، أو الزمن الذي قطعه على نفسه زواجا من ابنة شعيب. وقال تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قضيت أي أتممت. كذلك بعد أن وقفنا على مفهوم القضاء في القرآن من حيثيات، نتابع فندرك أن مفهوم القضاء يعني الفصل، وقضي بينهم بالحق أي فصل. وكذلك الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قضاهن أي خلق الله عز وجل
سبع سماوات في يومين سبحانه. أيضا معنى القضاء أي القتل. قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قضى أي قتله. وهكذا مما سبق نعلم أن معنى القضاء في القرآن الكريم يشير إلى علم الله تعالى الأزلي وتقديره لكل ما في الوجود وكتابته ومشيئته لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. بعد أن وقفنا على مفهوم القضاء ننطلق الآن عزيزي الطالب إلى مفهوم القدر. والقدر من حيث اللغة هو من قدر الشيء أو قدره، أي عرف مبلغه ومنتهاه وكنهه، يعني عرف حقيقته. ومنه قدر فلان قيمة هذا الشيء، أي عرف مكانتها، أي عرف قيمة الشيء وما يسويه في واقع الحال. وتأتي كلمة القدر في القرآن الكريم بمعان عدة، نذكر منها قول الحق تبارك وتعالى فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا أي دبرنا، فالقدر هنا بمعنى التدبير. وأيضا يقصد بالقدر في القرآن تحديد المقدار الزمني أو المكاني في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والتعظيم، ومنه قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه. أما القدر من حيث الشرع فمعناه خروج الممكنات من العدم إلى الوجود خروجا مدبرا محكما وفق علم الله تبارك وتعالى ومشيئته بما يتوافق مع قضائه سبحانه المكتوب منذ الأزل. ننطلق بك عزيزي الطالب إلى بيان العلاقة بين القضاء والقدر. العلاقة بين مفهوم القضاء ومفهوم القدر تقف بنا أيها الحبيب على معنى يشير إلى علم الله تبارك وتعالى. القضاء يشير إلى علم الله تبارك وتعالى لكل ما هو كائن علما أزليا مشتملا على مراتب ثلاث، وهي مرتبة العلم حيث إن الحق تبارك وتعالى علم أزلا كل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الناس. كذلك مرتبة الكتابة، وحينما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. مرحلة المشيئة حيث لا يوجد ولا يخلق إلا ما يشاءه سبحانه. كذلك إذن مفهوم القضاء وقد عرفناه يمر بمراحل ثلاثة أو بمعان ثلاثة أو بمراتب ثلاثة، فكذلك القدر هو أخص. لماذا؟ لأنه يشتمل على مراتب القضاء الثلاث بالإضافة إلى مرتبة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ. إذن القضاء حكم والقدر تنفيذ والخلق والإيجاد. فبينما يشير القضاء إلى الحكم الكلي للموجودات المكتوب في الأزل منذ الأزل في اللوح المحفوظ، يشير القضاء إلى تفصيلات هذا الحكم الكلي ومراحل ظهوره الجزئية المتفرقة عند تحقق شروط وجودها. فالقضاء سابق بينما القضاء لاحق. وأخيرا نقف بك عزيزي الطالب على أصل القدر. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وهو ما نحن بصدد بيان هذه المادة من كتابه الطحاوية، يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. نجد أن القدر هو الأصل فيه أنه سر الله في الخلق، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. وفي هذا المعنى يختم بنا علي كرم الله وجهه هذا المعنى فيقول القدر سر الله فلا نكشفه. بذلك عزيزي الطالب وقفنا بك على مفهوم القدر والعلاقة بينه وبين القضاء، وكذلك على أصل القدر.